السلام عليكم. الله يبارك فيك خويا. الاثمنه اللي عندك هنايا شحال الاثمنه تاع الخضره؟ واش غادي نقول لك اخو، الخضره شويه غاليه، كنجيبوها حنا غاليه، كان بحال البرانيه 100 دورو، الفلفله 7 دراهم، الجلبانه 12 درهم، خيار 100 دورو، مطيشه 9000، شاف لورا كيدير 100 دورو، كورني 120. حوايج غاليه خويا، حنا كنجيبوا هاد الحوايج غاليين وكنبيعوا. دوك كدير باش تبيع مع المواطن؟ السلعه غاليه. والغلا خويا ماشي من عند الفلاح، الغلا من المرشي. والغلا عندهم الضرائب، كدخلوا للعشور، وهذه سلعه مغربيه، سلعه نتاع المغرب، وكاين العشور. ما عمري انا شتي بلاد فيها العشور. المغرب هذه عشور بحال هذه، حنا كنعشروا في المرشي. واه بحال هذه كنجيبوها حنايا ب 120 دورو. حنا شحال نبيعوا للمواطن؟ المواطن تبيع له 7 دراهم راه ولا 8 دراهم، بزاف عليه. المواطن راه مقهور بزاف عليه، بزاف. بطاطا دايره 44 46 تبيع ب 50 دورو. حنا كنضروا بزاف على حساب المواطن. برانيه 100 دورو، هذا الليم هذا كنديوه 6 درهم 7 دراهم، الحارة دار 160. الغلا بزاف اخي، واش غادي نقول؟ مسكين ما يعيش مسكين. ما كانش الشطارة كيقول لك واحد الثمن دي ولا خلي نيشان. المرشي عندنا غير صغير، بركان اللي كبيرة. كنا نمشيو للبركان نجيبوا الخضرة هكا، ما كان نعشروا ما والو، كنشريو بركان. من ولاو هنا ندخلوا الوجدة كنعشروا، الطوبيس كيعشر، كيدخل الميزان كيعشر. ولينا نجيبو من مرشي، تجيب سلعة غالية بحال تجيبها سلعة مي غادي تبيع المواطن. المواطن مسكين مضرور. حنا هادي راه 25 عام حنا في هاد الحرفة هادي. ما كانش بكري نهار الأول، ما كانش العشور، كان غير في وجدة. هاي المنطقة هنا تاع وجدة كان العشور. سيرتو من دخل هاد ايوا راك عارف، من دخلت هاد البلدية الجديدة هادي كلشي دخلوهم، اللي كان في لازاري دخلوه، اللي كان في فيلاج طوبة دخلوه، واللي كان في الاخر دخلوه، كلشي دخل. كلشي خلطة. الربع كان الربع كان داير 4 درهم ولا ب 10. اما تما حالة المسؤولين كاملين نقول لهم راكو ضارين، ضارين الشعب. بالنسبة للغلا اللي يجي من اكادير يجي غالي، واللي يجي من بركان يجي غالي. اقول له حاولوا على المسكين طيبينهم. المسكين ما عنده ما ياكل، كان اللي راه يجي يلقط هنا غير خضره، راه كيجي في العشيه هنا شي ناس يلقطوا الخضره. وعيب هاد العلوات، بس انت يا مطيشه ديها 100 دورو، هذا ديه 160، برانيه 140 دورو، جلبان 300، ما كايناش شي دوله في بلاد فلاحيه هادي. هاد المسؤولين كنقول لهم الله يرحمكم الوالدين، اتعاملوا مع المسكين، عاونوا المسكين. الخضره خفوا علينا شويه والمغرب خرج فيه. حنا ماشي شغل مع مصر. لا لا علاقه، حنا لا علاقين بكره. حنا ماشي المغرب بوحدو، لعب كوره ربح خسر ما دبر راسو، حنا نعاونو المسكين اذا كان شي حاجه، وتعاونو المسكين عاونو المسكين. بلعوا الحداده، بلعوا مليلي واش ما بقى فيها. واش مضرورين حنايا صافي، واش غادي نقول؟ ضرينا هنا يعاونوا دوك الناس اللي وانا كتاجر وكجمعيه، انا عندي جمعيه تاع انايا، فهم؟ انا كتاجر كنبيع الخضره، وعندي جمعيه الاخلاص للاعمال الخيريه ذوي الاحتياجات الخاصه. عندي واحد الجمعيه اللي نتاع الناس المعاقين والناس المحتاجين. هنا الناس مضروره، عندنا الناس مضروره. كاين الناس اللي واحد الفئه زايده شويه كتدور على راسها، كان واحد الفئه هنا كتجيب من العشيه كتجمع حويجات خضيره هكا مساكن للناس اللي ما فحالهمش. ونطلبوا من هاد المسؤولين حنا الله يجازيهم بخير يرخفوا شويه على الاخوان. هاي ماتش تاع اكادير تاع بلادنا، والحمد لله على بلادنا. وبصح واش هي غاليه، تجيبها ب 10000، هذه كدير 10000 فرنك في الصندوق، شحال طيح لك؟ كنبيعها ب 80 دور، دير فيها 1000 فرنك في الصندوق. والتاجر ما كيدي والو، بصح الفلاح حتى هو كيبيع، بصح في المرشي كي هما كي باش يجيبها باش يبيع. السلام عليكم. الله يحفظك. شوفوا روح منا الشروط، شوفوا لا هذاك سوق الحاوي. لا لا الحاوي هذا. شوفوا انتم يلا السمولي فين مشى؟ ارواح ارواح يا خويا. راك عاد تستفى خويا، راه تكلم واه صبرك. انت واش تبيع؟ خضر
يلا هضر معنا على الخضره. واه هضر على الخضره. لا هضر على الخضره انا هضر على هضر على الثمن تاع الخضره من بعد عاد نجي عندك ونشوف المشكل اللي باقي. لا انا نهضر على دارنا انا من بعد نجي عندك من بعد. ايوا اليوم ولا انت بعدك اللي يعجبك صبر نكمل غير نكمل غير انا وانا معاك. ارواح يلا احمد يلا ارواح اخويا احمد تاع ديك التفاح ولا فوق عندك ازيك مرحبا بك اخويا. لاباس بخير صحيحه مليحه اتمنى كل شيء كاين كل شيء موجود الخير مولانا الحمد لله. ما شحنا نبيعوها ب 4 درهم ونص راه دايره 12000 قول حنا نخدموها بواحد 50 فرق ولا 60 فرق تشتنا فيها والفروي كل شيء كاين يا الخضر المتنوعه. الله فوق انا نبيعها ب 20 درهم لبانان 10 درهم تفاح 12 درهم نافي 5 دراهم والاثمنه شويه غاليه خويا الثمن السوق قاسح ونظن صعب العشور حنا نقدر نزيدو نعشروها والقضيه ما كانت وما كانتش ولا ردوها واش غادي نقول لك خويا. واه ايوا نطلبوا الله يهديهم ان شاء الله ونطلبوا الله يكون خير ان شاء الله والله يرحمنا بشي شتيوه. ايوا واش غادي دير؟ يدير الزوين ان شاء الله خويا.